زهرة عامية ديالي ومتبعة عندي من شحال هادي، هي طلبتني ندير شي حاجة اللي ما كدارش، هي انني نهرس شي حاجة سميتها السر المهني. درت هادشي حيتاش نتوما بجوجة تعزازات عليا، دونك انا هنا انتي باش تسولي كاع الاسئلة اللي باغا تسوليها، وانا غنشهد باللي كاع هادشي اللي غادي تقول لك صراحة. انا عارفك ما فاهمه والو، ولكن ثقي بيا، انا جيت لهنا باش نهضر معاك ونشوفك بصح. خفتك لما تثقيش بيا. هادشي باش طلبت عماد، قلت له عافاك يلا معايا باش يكون شاهد، لحقاش هو عارف كل شيء. شنو علاقتك بهشام؟ إذا كان السؤال ديالك هو واش كانت بيني وبين هشام شي حاجة، أقسم بالله عايشة عمرها ما كانت شي حاجة وعمرها ما غادي تكون. أنا كنبغيه، ولكن من جهتي، حيتاش من النهار هضرت مع هشام وقلت له هادشي، هو كيحاول يدخل لي فكره واحده في دماغي، بين كاينه مرة واحده في حياته هي انت يا عائشه، ثقي بيا. هادشي اللي قالت لك بصح، زهرة دارت كاع داكشي اللي خصو يدار باش جر هشام من جهتها، غير هو ما بغاش، حيتاش هشام كيبغي مرة واحدة هي انتي. عيشة عندك راجل الله يعمرها دار، معقول ولد الناس ومربي وكيبغيك؟ شتي الوقت اللي كنتي في لاكلينيك وكنتي غايبة عليه، عمر الحب ديالو ما نقص من جهتك، بالعكس كان كل شوية كل وقتك كيهضر عليك، كان كل دابا وساعة كيجبدك، وأنا كنت عايشة معاه هادشي. أنا أول مرة شفتك غرت منك، ما عرفتش علاش، بديت كنعيش واحد الأحلام ماشي ديالي ديالك، وأول حاجة كنت باغا نحيد لك هي هشام، ولكن كنت غلطة، لحقاش من بعد فهمت بلي هشام بني حياته عليك انتي ماشي على حتى شي مرة واحدة أخرى.